الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة من بداية البطولة سنة 1964، وحافظ على اللقب مرتين على التوالي سنة 2012 و2013، وده للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى اللي احتفظ فيها الأهلي باللقب سنتين ورا بعض هي سنة 2005 و2006. ومن بين الثمان مرات اللي حقق فيها الأهلي لقب البطولة تعتبر المرة الأخيرة هي الأصعب، وده سبب وجود صعوبات وعقبات كتيرة واجهت الفريق وما كانش من السهل أبداً إنه يقدر يتخطاها. طالما أنت قدرك اتواجدت في النادي الأهلي لاعب أو مسؤول أو إداري أو مجلس إدارة، فأنت مطالب في كل الأوقات إن الظروف تبقى صعبة عليك، وخصوصاً لما بتلعب في الماتشات الأفريقية أو التحديات دي. وأهمها كان قرار اتحاد الكورة بوقف النشاط الرياضي في مصر بداية من شهر مارس الماضي وإلى أجل غير مسمى. العالم كله كان بيتكلم إزاي النادي الأهلي بيلعب في كأس العالم وبيحقق مستوى جيد وبدون ما يبقى فيه دوري محلي. السنة دي الأهلي بيواصل التحدي لأن الوضع بقى أسوأ من السنة اللي فاتت. أعتقد إن دي ظاهرة لازم فعلا تتحلل من الخبراء والناس القايمة على كرة القدم في مصر. لاعب النادي الأهلي بيعرف يعني إيه مواقف صعبة. اللاعب لما يكون عنده انتماء وإخلاص وولاء لناديه ولا جمهوره ولا إدارته، أعتقد إن ممكن يلعب ماتشين وثلاثة وأربعة وما تفرش معاه. مش بس كده، اضطر كمان النادي الأهلي إنه يلعب مباريات البطولة اللي المفروض تتلعب على أرضه على ملاعب مش متعود يلعب عليها لاحتياطات أمنية. ده طبعا إلى جانب إن الماتشات بتتلعب من غير جمهور بعد الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة، زي ماتش أورلاندو في دور المجموعات اللي لعبوا الفريق على ملعب الجونة. النادي الأهلي بيقدر يتعامل مع الظروف الصعبة، وخصوصا اللي بتبقى ضده، سواء على المستوى الفني داخل الملعب أو مستوى بقى الملاعب، السفر، الرحلات الطويلة. تحدي تاني واجهه النادي الأهلي في مشواره للوصول لكأس العالم للأندية في المغرب، وهو غياب لاعبين مهمين عن تشكيله في دوري الأبطال، زي جد وحسام غالي اللي اتجهوا للاحتراف، وبركات بعد اعتزاله الكرة رسميا الموسم اللي فات. بعض اللعيبة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت مش موجودة وكانت لعيبة مؤثرة، إذا كان حسام غالي أو جده ما لعبوش السنة دي مع النادي الأهلي كان ليهم تأثير كبير السنة اللي فاتت. حسام غالي ككابتن الفريق وكليدر في نص الملعب بخبرات بأداء عالي جدا. وفي مرحلة تانية من المراحل الصعبة في مشوار الأهلي خلال البطولة، اضطر الفريق إنه يلعب لمدة أكتر من ساعتين ونص في مباراة أقيمت على مدار يومين متتاليين، بعد قرار الحكم بإلغاء ماتش الأهلي خارج أرضه مع نادي القطن الكاميروني نظراً لحالة الجو، وإعادة المباراة في اليوم التالي. ورغم الضغط البدني والذهني على اللاعبين والجهاز الفني، إلا أن الأهلي قدر يخرج من المباراة بنتيجة مرضية، وهي التعادل بهدف لآخر. الخبرة بقى بانت هنا، خبرة اللعيبة بانت في تاني يوم بيلعب مباراة اتلغت قبلها بيوم، توزيع المجهود، التعامل مع المباراة، النتيجة الإيجابية اللي خرج بها النادي الأهلي. آخر تحدي واجهه الفريق قبل الماتش النهائي بأربع أيام بس كان إزاي يقدروا يقبلوا هزيمة المنتخب المصري أمام غانا بنتيجة سببت إحباط لكتير من المصريين، وخصوصاً لاعبي النادي الأهلي اللي كتير منهم شارك في المباراة باعتبارهم من أبرز نجوم المنتخب القومي. المدير الفني من السهل انه يعلي الجانب البدني، من السهل انه يعالج اخطاء فنيه للعيبه، لكن اصعب حاجه على المدير الفني انه يعيد القدرات الذهنيه عند اللاعب. ورغم كل التحديات والصعوبات، الا ان النادي الاهلي على مدار تاريخه بيؤكد انه دايما قادر يثبت وجوده ويهزم كل العقبات اللي بتواجهه في طريق حصوله على اي بطوله بيشترك فيها.